احنا ولاد النهاردة ومسامحك عاللي عدى وموافقة ومستعدة ارجع من غير شروط. من معروف ان انا طول عمري بنتج الاصوات الكبيرة، الاصوات العمالقة، ميادة الحناوي، عزيزة جلال، وردة، فايزة احمد. والحقيقة المرحلة الأخيرة ده كان من الصعب انك تلاقي صوت عملاق زي هذه الأصوات. فلما تحط ايدك على صوت زي صوت أمان ماهر وتلاقي نفسك انك انت في نفس مصاف العمالقة، فده لحد ذاته سعادة بالنسبة لك. طبعا سعيدة جدا، لان طبيعي ان انت بتنتظر بعد مجهود سنين ان انت عايز تشوف ايه ردود الافعال. فطبعا سعيدة جدا بردود الافعال، مع رغم ان احنا لسه ما بقلناش فترة طويلة، يعني ما كملش اسبوع نزول الاعزام، بس الحمد لله ردود الافعال جميلة. يمالينا بالحنين ليه بننسى كل حاجة لما نسمع كلمتين عن زمان. يعني أمال ماهر صوت الشرق دي حاجة، يعني حاجة مش كتير عليها، يعني اللي ادها اللقب ده يعني حد بيفهم. طبعا الألبوم الجديد عملت معها غنوتين، ذكرياتنا دي ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم. السنة دي اشتغلنا أول مرة في أغنية اسمها ذكرياتنا، يمكن هي اللي نزلت بقالها فترة على مزيكا موجودة بتاعت فيلم ريجاتا، والحمد لله عملت فيدباك كويس جدا معاها. أمال خد بالك صوتها بالذات مش موجود كتير، يعني في ناس كتير بتغني شرقي أوكي، لكن صوت أمال فيه كده سنس مش عند ناس كتير. أنا قدمت الأمال في الشريط ده أنا ووليد سعد أغنيتين وتوزيع تومة، أغنية سكة السلامة، ودي أغنية صورت فيديو كليب إخراج محمد سامي إن شاء الله تنزل قريب. وعملنا أغنية بحبك أنا ووليد برضو وتومة، عاملين أغنيتين. يعني أمال مش محتاجة شهادة ما شاء الله عليها، يعني من مطربات الزمن، يعني بالحقيقة الجميل زي ما بيقولوا. يعني أمال جاية في عصر يمكن هي كانت تصلح للعصور كمان السابقة، لأنها مطربة ما شاء الله ما تقلش عن يعني عن أقوى المطربات في الوطن العربي وفي تاريخ مصر. أنا قدمت لها أغنية واحدة، أغنية أنا حبيتك، كلماتي طبعا ألحان تامر عاشور،
توزيع احمد عبد السلام. صوت الشرق لا طبيعي يعني، لو ما استحقتوش امال ماهر ما اعتقدش فيه يعني، مع احترامي للجميع كلهم اصوات جميله، بس امال ماهر انا شايف ان هي فعلا صوت الشرق الموجود حاليا. انا اشتغلت مع امال ماهر يعني اغنيتين، اغنيه اسمها بحبك، كلمات ايمن بهجت قمر والحان وليد سعد، واغنيه الثانيه اسمها سكه السلامه برضو ايمن ووليد. في مقسوم، في الدراما، في هاوس، يعني في اي حاجه. صوتها يعني من احلى الاصوات يعني اللي عندنا يعني في مصر. انا قدمت الامال في الالبوم اغنيه واحده، وطبعا انا مبسوط جدا جدا ان انا قدمت لها الاغنيه دي، لان امال من الاصوات اللي انا بحبها جدا، وهي انا بعتبرها انا شخصيا يعني بعتبرها رقم واحد. صوت قوي جدا، متمكنه جدا من نفسها ومن غناها ومن كل حاجه بصراحه. فانا قدمت لها اغنيه كلماتي اسمها ما هنتش عليا، ولحن مدين وتوزيع احمد عبد السلام. امال شخصيه يعني هي جميله جدا وشخصيه حلوه، بس هي وقت الشغل بتبقى صعبه، لان هي بتخاف على شغلها جدا جدا، وبتبقى مركزه فيه زياده عن اللزوم. انا طبعا مبسوط قوي بالبوم امال ماهر، للي احنا تالت مره ننجح مع بعضينا من اول في ايه بينك وبينها، وان شاء الله الالبوم الجديد ينول اعجابكم. وانا مبسوط برضو النهارده اللي انا جوه مزيكا، جوه المؤسسه الكبيره، ومع الاستاذ والاب والمدرسه الكبيره استاذ محسن جابر. عملت مع امال اغنيتين، اغنيه اسمها ظروفي صعبه واغنيه اسمها غلطت انا. والله انا شايف ان امال يعني صوت شرقي مهمه جدا، يعني مفيش في مصر يعني حد الفتره اللي فاتت دي قدم حاجات شرقي بالشكل اللي امال بتقدم بيه الشرقي المتطور. غنوه غلطت انا هي فيها اتجاه رحباني شويه، فدي اللي انا كنت مراهن عليها، والحمد لله انا شايف رياكشن الناس كلهم حاسين بكده. يعني انا يمكن كان في الالبوم ده مختلف شويه عن الالبوم اللي فات، قلقي كنت قلقانه جدا يعني، احيانا في كلام اغاني غيرت ورجعته تاني، وفي توزيعات غنتها اكتر من مره. النهارده لو غنت في المغرب هيسمعوا لها، لو غنت في من ناحيه الشرق، من ناحيه الكويت والامارات والخليج هيسمعوا لها، لو غنت في لبنان هيسمعوا لها، لو غنت في مصر هيسمعوا لها، لو راحت السودان هيسمعوا لها. فلما حطيت صوت الشرق، حطيت صوت لما يجي حد يلقبها ما بقيش سقف، ما بقيش اعلى منه، مش هذا الا كوكب الشرق هو ام كلثوم. وانا حسيت انها تستحق هذا اللقب الحقيقه، لان صوتها قاضي يعني ما تقدرش تطعن في هذا اللقب. الأستاذ محسن طبعا ده يعني شرف كبير ليا ان هو يطلق علي اسم صوت الشرق، لان هو قامة كبيرة. يعني انا من قبل ما اتولد الأستاذ محسن كان من احد اهم مؤسسي عالم الفن، من اهم 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 المؤسسات اللي طلعت ابرز النجوم. أكون إن هو يطلق عليا لقب زي ده فدي حاجة كبيرة جدا، وبشكره كمان لمساندته معايا ودعمه، وبشكره إن هو استحملني لأن أنا شخص قلوق جدا، بوثق كل اللي حواليا. بشكره لفضله الرحب، وبشكره على كل حاجة، وأتمنى إن إحنا دايما نكون على نجاح، وأتمنى إن إحنا نكون دايما بنعمل حاجة ترضي جميع الأذواق والناس. الألبوم ده الحقيقة مدة كبيرة 3 سنين أشهد لها أنها في يوم من الأيام هي صوت هيكون قريب أو تحتل المساحة والجماهيرية اللي كانت بتحتلها السيدة العظيمة السيدة مكرسون. قادر اللي فرق